Hello, good morning students. The date is 2nd of November 2020. Today is Monday. Yes, we will talk about page number 22. Please open your book, page 22, class book. افتح كتابك يا رابع صفحة 22 كتاب الملون. اوكي يا رابع يا حلوين اليوم بدنا نشرح عن بداية الوحدة الثالثة صفحة 22 كتاب كلاس بوك الكتاب الملون. فلو سمحت افتح كتابك صفحة 22. ماشي. بداية العنوان، عنوان الوحدة هو هارلي eats all the sweets. هارلي eats all the sweets. هارلي اسم شخص، هارلي eats يأكل، هارلي eats، هارلي يأكل all the sweets، كل الحلويات. إذا هارلي eats all the sweets يعني هارلي يأكل كل الحلويات. all معناها كل، the sweets الحلويات، يأكل جميع أو كل الحلويات. عندنا يا رابع conversation. conversation يعني محادثة. listen and read، استمع واقرأ، then say ثم ردد. خلينا نبلش نقرأ في البيكتشر نمبر 1. بيكتشر 1، good morning. good morning class. good morning class. how are you doing today? how are you doing today؟ يعني كيف انا لما بفوت عليكم الصف يا رابع وبحكي لكم good morning، how are you doing today؟ اوكي، صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ فهم شو بيجاوبوا، شو جاوبوها؟ حقولها good morning Ms. Rose. We are doing well, thanks. Good morning, Ms. Rose. We are doing well, thanks. Good morning, Ms. بالإز، Ms. Rose. Ms. هون بتيجي إيش؟ قبل الاسم، الاسم الأول. Ms. تيجي قبل الاسم الأول، وهي معناها إنه مش معروف إذا هاي الشخص متزوج أو لا، فبيحكوا عنها Ms. Ms. Okay, Ms. Rose. We are doing well, thanks. يعني صباح الخير يا ميز روز، نحن بخير، شكرا. طبعا هنا ننتقل ل next picture. اوكي، how was your birthday yesterday Helen and Harley? was it nice? how was your birthday yesterday؟ يعني كيف كان عيد ميلادك أمس يا هيلين وهارلي؟ كيف كان عيد ميلادكم أمس يا هيلين وهارلي؟ was it nice؟ هل كان جيد؟ was it nice؟ هل كان جيدا، لطيفا؟ nice معناها لطيف. it was great، كان عظيما. okay، I got money، I got money gifts for my birthday. I got money gifts for my birthday. I had all my friends with me. it's wonderful to spend a birthday with family and friends. إذن It was great. كان عظيم. كان عظيم. I got many gifts for my birthday. وحصلت على العديد من الهدايا. العديد. gifts هدايا. gifts هدايا. many العديد. many gifts العديد من الهدايا for my birthday. في عيد ميلادي. birthday عيد ميلاد. Okay. I had all my friends with me. أنا لدي إيش؟ كل الأصدقاء معي. كان لدي كل الأصدقاء معي. It's wonderful to spend a birthday. It's wonderful يعني كان عظيم، كان رائع. wonderful رائع. wonderful رائع. to spend a birthday with family and friends يعني إنه الأمر الرائع أن تقضي عيد ميلاد مع العائلة والأصدقاء. أوكي، أمر رائع أن تقضي عيد ميلاد مع العائلة والأصدقاء. okay، spend يقضي، spend يقضي. okay، a birthday with family and friends يعني عيد ميلاد مع العائلة والأصدقاء. طيب next picture، next picture. yes، yeah، it was quite a party. mom made delicious cake. I ate so many sweets. that was the best part. yeah، يعني نعم أو بلا. it was quite a party،
لقد كانت حفلة رائعة. quiet هون معناها هادئ، بس هون لأنها إجت في سياق مصطلح فإجوا هون معناها إنه مع بعض، إنها لقد كانت حفلة رائعة. it was quite a party. لقد كانت حفلة رائعة. mom made a delicious cake. يعني صنعت أمي إيش؟ كعكة لذيذة. كعكة لذيذة. أوكي، delicious لذيذ. cake كعك لذيذ. أوكي، I ate so many sweets. وأنا أكلت إيش؟ الكثير من الحلويات. أكلت الكثير من الحلويات. That was the best part. That was the best part. وكان هذا هو الجزء الأفضل. وكان هذا هو الجزء الأفضل. That was the best part. Best part الجزء الأفضل. The best part الجزء الأفضل. I bet you had stomachache after eating all those sweets. Okay. يعني I bet you had a stomachache. يعني بتحداك انه صار عندي ايش، اصبح لدي ايش، الم المعده. stomachache الم معده. stomachache الم معده. after eating بعد ايش، تناول ايش، الحلويات. all those sweets بعد تناول هذه او تلك، بعد تناول تلك الحلويات صار ما عنده إيش، ألم في المعدة. stomachache ألم في المعدة. last picture not at all على الإطلاق. not at all على الإطلاق. كان بإمكاني إيش، I could have eaten more. I could have eaten more but my mom stopped me. not at all I could have eaten more but my mom stopped me. يعني لا على الإطلاق، يعني not at all على لا على الإطلاق. كان بإمكاني أن أكل أكثر but my mom stopped me. لكن أمي أوقفتني. ماشي، لكن أمي أوقفتني. not at all I could have eaten more but my mom stopped me. كان بإمكاني إني أكل أكثر لكن أمي أوقفتني. آخر إشي، شو حكيت البنت؟ لا، and rightly so هي محقة في ذلك. and rightly so محقة في ذلك. I'm glad you had a good birthday party, Helen and Harley. يعني Helen and Harley، يعني هي محقة في ذلك. أنا سعيد. glad معناها سعيد، مسرور، مبتهج. Okay. I'm glad you had a good birthday. يعني أنا سعيد لأنك حظيت بعيد ميلاد، بحفلة عيد ميلاد. Okay. جيدة. Helen and Harley. يا هيلين ويا هارلي. أوكي، آخر واحدة، and rightly so I'm glad you had a good birthday party, Helen and Harley. يعني هي محقة في ذلك وأنا سعيد. سعيد ليش؟ لأنك إيش، حظيت في بعيد ميلاد سعيد يا هيلين ويا هارلي. يعطيكم ألف عافية يا رابع. هاي هي الدرس، محادثة الصفحة 22.